أعضاء النادي الأهلي الكرام، معاكم كابتن ندى مدحت من جيم الأهلي فرع الجزيرة. النهارده معانا تمارين بسيطة جدا، هنشتغل على اللور بادي، ودي أكتر يعني زون الليديز كلها بتشتكي منها أو بتحب تشتغل عليها، خصوصا لو في الجيم أو في البيت. فاحنا هنعمل حاجة بسيطة جدا، هنشتغل من البيت. أول حاجة معايا تمارين لللور بادي. أول حاجة رجلي الاتنين بتساع حوضي، البوز بتاعي أو البوزيشن بتاعي وأنا نازلة أنا بقعد لورا بالهيب، ركبتي ما تعديش مشط رجلي، دي اهم بوينت عشان الجوينت بتاعتي او عشان ركبتي افضل محافظه عليها وانا شغاله. تاني وانا نازله الهيب على ورا، هطلع داون اب 1 2 3 4 5 6 7 ستوب. دي اول ست، هشتغل 5 سيتس او 5 مجاميع، كل مجموعه بتبقى فيها 8 عدات. ده لو حد بيجنر او لسه يعني بيعمل تمرين جديد، لو حد ادفانس شويه او بيشتغل من البيت تكمله على الجيم بنشتغل 10 عدات في 5 مجاميع يعني 5 سيتس. تمام، ده كان اول تمرين. تاني ده سكوات، بنزل بالهيب على ورا، واهم حاجه زي ما قلنا ركبتي ما تعديش مشط رجلي. تمرين كمان مشط رجلي لبره وركبتي لبره، هنشتغل سوم سكوات، هي اب 2 3 4 5 6 7 8. ده تاني تمرين بيستهدف عضلات الادكتر او عضلات الضمه، دي اكتر حاجه بتضايق ناس كتير قوي من الليديز زي ما اتفقنا. تاني ممكن في اخر الست ابقى عامله هولد واثبت 10 ثواني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واقوم واعمل السات التانية 5 سيتس زي ما اتفقنا. ما بين كل سات والتانية هشتغل هولد، ده لو حد عايز يعني يستهدف العضلة بشكل اكبر. تالت تمرين هبقى فاتحة رجلي باتساع حوضي، ايديا الاتنين جنبي، ماسكة ازازة او ماسكة ويت لو متاح عندك في البيت، هشتغل كول 2 3 4 5. تمام، دي اول ست برضو زي ما اتفقنا هما 5 مجاميع، كل مجموعة 8 او كل مجموعة 10. رابع تمرين معايا رجلي الاتنين بتساع حوضي، هشتغل على التو لاين، تو لاين وانا نازلة هنشتغل لونج وارجع تاني. رجلي الاتنين ما تبقاش هنا او تبقى على لاين واحد، ما تبقاش قريبة، لا هي بتنزل لورا 1 right left 1 2 3 زي ما اتفقنا الرجلين بيبقوا عدة واحدة، هي 4 5 6 7 8 ستوب. كده اشتغلنا على اللور بادي باشكال كتير بتمارين كتير زي ما اتفقنا ان هي من البيت. كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم في حلقه جديده.